تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا على موعد مع كتاب المنهاج، ونحن على مشارف الانتهاء. باب القضاء على الغائب، الغائب الذي لم يشهد القضية، رفعت عليه دعوة وكان غائبا، فهل يقضي عليه غائبا أم لا؟ وإلا يعني هناك ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء فيه هل هذا قضاء أم هذا فتوى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو جائز، جائز للحاجة. طبعا هذا إذا إن كان عليه بينة لا تدفع، وإلا فلا فائدة لهذه الدعوة. نعم. وادعى المدعي جحوده، فإن قال هو مقر لم تسمع بينته، لأنها لا تقام على مقر، البينة لا تقام على مقر، لأنه خلاص هو أقر، انتهى الموضوع، الإقرار أقوى من البينة. وإن أطلق أي لم يتعرض لجحودي ولا لإقراري، فالأصح أنها تسمع. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. تغيبت أمس، وهذا تقصير، التقصير ما يصح. إنها تسمع لأنه قد لا يعلم جحوده في غيبته. نعم. كان الله في عونك. الثاني لا تسمع إلا عند تعرض البينة للجحود، لأن البينة إنما يحتاج إليها عنده، وأنه لا يلزم القاضي نصب مسخر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليك. نعم. مسخر ينكر عن الغائب، لأن الغائب قد يكون مقرا، فيكون إنكار المسخر كذبا. والثاني يلزمه لتكون البينة على إنكار المنكر، على إنكار المنكر آسف. ويجب أن يحلفه بعد البينة أن الحق ثابت في ذمته. وهذا احتياطا، يعد احتياطا للمحكوم عليه، لأنه لو حضر لربما ادعى ما يبرئه. وقيل يستحب، لأن باب التدارك إن كان هناك دافع غير منحسم قد وقد. قال: ويجريان في دعوة على صبي أو مجنون، أي وكذا ميت، والوجوب فيهم أولى لعجزهم عن التدارك، لأنه لا يمكن الوصول إليهم. عليكم السلام وبركاته. ولو ادعى وكيل على غائب فلا تحليف، بل يعطى المال إن كان المدعى عليه هناك مال، لأن الوكيل ليس له أن يحلف لفعل غيره. قال المصنف: ولو حضر المدعى عليه وقال لوكيل المدعي أبرأني موكلك، أمر بالتسليم إلى الوكيل. لأننا لو وقفنا الأمر إلى أن يحضر الموكل لن جر الأمر إلى أن يتعذر استفاء الحقوق بالوكالة، وله أن يثبت الإبراء بعد أن كانت له حجة والبينة فاصلة. قال: وإذا ثبت مال على غائب وله مال قضاه الحاكم منه، يعني هو ثبت بالبينة على غائب أنه مستدين لعمرو، مستدين لزيد 5000، والقاضي يعلم أن له 100000، فيأخذ 5000 من ماله، يقضي القاضي بال5000 من ماله، لأنه حق واجب، ولأنه حق واجب عليه، وتعذر وفاؤه من جهة من عليه، فقام الحاكم مقامه، يأخذ المال مقاصة ويعطيه 5000. كما لو كان حاضرا فامتنع، فالقاضي يلزمه ويأخذ منه عنوة ويعطيه لصاحب الحق، فلا تضيع الحقوق. وإلا لم يكن له مال حاضر، فإن سأل المدعي إنهاء الحال،
إلى قاضي بلد الغائب أجابه، يعني القاضي أبعث للقاضي الذي في بلده أن هذا رجل عليه 100,000 فخذ منه 100,000 فيقضي عليه. أجابه فينهي سماع بينة ليحكم بها ثم يستوفي ما يستوفى، يستوفي المال أو حكما ليستوفي المال يعني، والإنهاء أن يشهد عدلين بذلك. يبقى إذن هو الآن إذا سمع البينة والبينة أظهرت هذا الأمر وأن الحق له وأن المال له في بلد والغائب في بلد آخر فيها قاضي، فإنه يشهد اثنين ثم يرسل إليه بالكتاب على الحكم أنه حكم بهذا الحكم، والقاضي ينفذ الحكم على في بلد الغائب. وهذه مصارعة لقضاء الحقوق، ويستحب كتاب به يشهد اثنين، وأيضا بعدما يشهد يكتب يستحب كتاب به، لأن الاعتماد على الشهادة فإذا الكتاب تذكر الشهود أو تذكر بالشهود وإلزام المكتوب إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى يذكر فيه يعني في الكتاب ما يتميز به المحكوم عليه من اسم وكنية وقبيلة حتى لا يختلط الأمر، يعني اثنان متشابهان في الاسم فلا يختلط في فيبين القبيلة والاسم وغير ذلك حتى يعرف ويكون بنفس المواصفات. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. ويختم بختم القاضي حفظا له وإكراما للمكتوب إليه، يعني هذا الختم يدل على توقير المكتوب إليه، وأيضا حتى يستوثق أن القاضي حقا قد قضى بذلك، وإن كان الشهود فهذا أولى. ويدفع إلى شاهدين نسخة غير مختومة ليطالعها ويتذكرها عند الحاجة، ويشهدان عليه إن أنكرها، أي إذا وصل الكتاب القاضي وحامله إلى قاضي بلد المكتوب إليه أحضر الخصم، فإن أقر بالمدعى به فذاك ويأخذون منه المال ويعطيها الحق، وإلا شاهد الشاهدان بحكم القاضي الكاتب. يعني هو لو أنكر يقول له قد جاءت البينة والبينة كذا وقد قضى بها القاضي وأنت ملزم أن تدفع المال لهذا الرجل كذا وكذا. فإن قال لست المسمى في الكتاب صدق بيمينه وعلى المدعي بينة أن هذا المكتوب اسمه ونسبه. طبعا هنا البطاقات معروفة، وأيضا قبل البطاقات الجواز، وإلا فالكمبيوتر الآن يحمل كل الاسم واللقب والوصف، وهناك اسم شيء اسمه الرقم القومي، يعني المسائل بأسرها يعني يأتون بها بأيسر ما تكون. فإن أقام البينة بأنه اسمه ونسبه فقال لست المحكوم عليه لزمه الحكم إن لم يكن هناك مشارك له في الاسم والصفات، لأن الظاهر أنه المحكوم عليه، وإن كان أي بأن عرفه القاضي وقامت عليه البينة وقال هو أحضره يعني مشارك، فإن اعترف بالحق طلب وترك الأول، وإلا فإن أنكر بعث يعني الحاكم إلى الكاتب ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها هو ثانية، وإن كتبها لابد أن يختمها بخاتمه، فإن يختمها ويعطي نسخة غير مختومة للشهود للتذكر ويأتي الشهود. ولو حضر قاضي بلد الغائب بلد الحاكم فشافاه بحكمه ففيه إمضاءه إذا عاد إلى ولايته خلافا قضاء بالعلم، هذا طبعا مثل قضاء بالعلم، لكن هذا هنا عنده المشافاة موجودة نقلا عن القاضي الذي قضى بالبينة. أي فإن قلنا نعم فنعم، وإن قلنا لا فعن بعضهم تجويزه أيضا والأصح المنع، كما لا يجوز الحكم مشاهدة سمعها في غير محل ولايته. والمعنى أنه لابد أن يكتب له كتابا حتى لو سمع منه مشافهة، ولو ناداه في طرفي ولاياتهما أمضى لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب، وإن اقتصر على سماع بينة كتب سمعت بينة على فلان ويسميها القاضي إن لم يعدلها. أيوة لا حاجة هنا إلى تحريف المدعى، البينة هنا إذا كانت البينة موجودة البينة تفصل في المسألة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة مدعى واليمين على من أنكر، فاليمين تكون عند الإنكار.
وإلا أيوة إن عدلها فالأصح جواز ترك التسمية كما أنه إذا حكم استغنى عن تسمية الشهود. والثاني لا، وهو قول الإمام الغزالي والرافعي والقياس الأول، وهو المفهوم من إيراد البغوي وغيره. ثم قال: ويجوز يقدر فيه خلاف. فهو جزم النووي بحكاية وجهين مخالف لذلك، جزم النووي بحكاية وجهين هنا، هذا مخالف لما قال فيه يقدر. قال: والكتاب بالحكم يمضي مع قرب المسافة أو بسباع البينة. قال: والكتاب بالحكم يمضي مع قرب المسافة وبسماع البينة لا يقبل على الصحيح إلا من مسافة قبول شهادة شهادة على شهادة. طبعا الشهادة على شهادة معناها أن 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 محمد شهد وزيد شهد أنه يشهد على هذه الشهادة، فيشهد على الشهادة نفسها. فقد لابد لها من مسافة قبول، وهي مسافة العهد ولا القصر على الأصح، لأن الحكم هنا قد تم وليس بعده إلا الاستيفاء وسماع البينة بخلافه، فإنه إذا لم تبعد المسافة لم يحصل إحضار الشهود عند القاضي الآخر. لا، إحنا نتكلم ارتكازا على أن الحكم قضاء القاضي الذي وجد البينة قبل ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كعقار، يعني ادعى مثلا عقارا في بلد أخرى، وعبد وفرس معروفات، سمع بينته وحكم بها وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه للمدعي. يعني إذا سمع البينة واقتنع بها وعلم أنها حق له قضى له بذلك، قضى له بالبيت بالأرض بالسيارة كما يسمع البينة ويحكم على الغائب. وقوله معروفات وعبد الفاس معروفات هو مما غلب فيه ما لا يعقل على من يعقل، لأنه ذكر عبد وذكر فرس وعقار. المفروض يقول معروفين، نعم، لكن المسألة يسيرة. قال: ويعتمد في العقار حدوده موضعه كما صرح به في المحرم لأجل التمييز، وينبغي أن يتعرض للحدود الأربع، ولا يجوز الاقتصار على حدين أو ثلاثة، لابد يعلم الاتجاهات والوضع، لأنه لابد كم طابق كم غرفة، يعني لابد من التفصيل في هذا الباب لأنه غائب. وقد قال بعضهم: إذا عرفت بالحدود الثلاثة جاز. نعم. قال: أولا يؤمن أي غير أي كغير المعروف من العبيد والدواب؟ قال: فالأظهر سماع البينة كما تسمع على الشخص الغائب اعتمادا على الحلية والصفة، لأنه يحتاج إلى إيه؟ كالعقار، لأنه طبعا أصالة العقار قد يتشابه. الآن أنت ترى في مساكن بيجعل الجميع على حالة واحدة، قال: ويبالغ المدعي في الوصف، أي ما أمكنه الاستقصاء، لأنه هذا تعبير الحق، ويذكر القيمة وأنه لا يحكم بها. ويبالغ المدعي في الوصف كما قلنا، لأن كلها تحقيق لما يحكم به، ويذكر القيمة وأنه لا يحكم بها، أي بما قامت البينة عليه، لأن الحكم مع خطر الاشتباه والجهالة بعيد. ثاني: نعم كالعقار. والحاصل ثلاثة أقوال أظهرها كما ذكره الإمام النووي، أنه يذكر القيمة وأنه لا يحكم بها، بأن البينة تسمع ولا يحكم بها، وثانيها لا تسمع ولا يحكم، وثالثة تسمع ويحكم بها. ثم فرع المصنف على هذا على وهو السماع عدم الحكم، فقال: بل يكتب إلى قاضي البلد المال بما شهد به فيأخذه ويبعثه إلى الكاتب ليشهد عليه على عينه. فالأظهر أنه يسلمه إلى المدعي بكفيل ببدنه، فإن شهدوا بعينه كتب ببراءة الكفيل، وإلا فعل المدعي مؤنة الرد. يعني الحاصل أنه لا يحكم، يسمع البينة ولا يحكم، ويبعث بها لقاضي البلد الأخرى. يبعث بها قاضي البلد الأخرى.
وهذا في الأصح، ومقابله أن القاضي بعد الانتزاع يبيعه للمدعي ويقبض منه الثمن ويضعه عند عدل أو يكفله بالثمن، فإن سلم المدعي بشهادة الشهود على عينه عند القاضي الكاتب كتب برد الثمن أو إبراء الكفيل، وبان بطلان البيع، وإلا فالبيع صحيح ويسلم الثمن إلى المدعي عليه. وهذا بيع يتولاه القاضي للمصلحة كما بيع الضال أو غائبة عن المجلس لا البلد أمر بإحضار ما يمكن إحضاره ليشهدوا بعينه، ولا تسمع شهادة بصفة. وهذا تشبيها بما إذا كان المدعي عليه حاضرا في البلد ولا تسمع الشهادة وهو غائب عن مجلس الحكم، لابد أن يكون حاضرا. واحترز بما يمكن إحضاره عما لا يمكن كالعقار، فكل ما كان سهل إحضاره احترز به. قال وإذا وجب إحضار فقال ليس بيدي، فليس بيدي، قال ليس بيدي عين بهذه الصفة صدق بيمينه، لأن الأصل عدم عين، عدم عين بيده. ثم للمدعي أي بعد ذلك دعوة القيمة لاحتمال أنها هلكت، فإنك لا أي المدعي على المدعي عليه، لأن المدعي عليه ما عليه إلا اليمين، فإنك عن اليمين ردت اليمين للمدعي. فحلف المدعي كما قال المصنف، فحلف المدعي أو أقام بينة كلف الإحضار وحبس عليه ولا يطلق إلا بإحضار أو دعوة تلف، فتأخذ منه القيمة ويقبل منه دعوة التلف وإن كان خلاف قوله الأول. وهذا للضرورة، هذا للضرورة، فتسمع هنا البينة ويحبس عليه ولا يطلق إلا بإحضار أو إلا بإحضار أو دعوة تلف. قال ولو شك المدعي هل تلفت العين فيدعي قيمة أم لا فيدعيها، فقال غصب مني كذا، فإن بقي لزمه رده وإلا فقيمته سمعت دعواه للحاجة وعليه عمل القضاء، فعلى هذا يحلف أنه لا يلزمه رد العين ولا قيمته. وقيل لا، لأنها غير لازمة، بل يدعيها ويحلفه ثم يدعي القيمة، ويجرن في من دفع ثوبه لدلال ليبيعه فجحده أخذ الثوب جحودا، وشك هل باعه فيطلب الثمن أم أتلفه فقيمته، أو هو باق فيطلبه. والمعنى في الأول هو جحده، فشك هل باعه فيطلب الثمن، فعلى الأول يدعي أن عليه رد الثوب أو ثمنه أو قيمته، ويحلف الخصم يمينا واحدة أنه لا يلزم تسليم الثوب ولا ثمنه ولا قيمته. فلو نكل وردت اليمين على المدعي فهل يحلف على التردد كما ادعى على التردد أم يشترط التعيين؟ لابد يعين وجهان، وعلى الثاني يدعي العين في والقيمة في أخرى والثمن في أخرى. كيف؟ واللي الفيلو يطلع لي كبره أستاذ؟ لا صعب. وإيش قال لك؟ وفي الآخر خلص اللي قال بلاش، أنا مش عارف شو قلت، لا هلف مني ما فيش لف، عشان ألف أنا هروح مشوار طويل أو أرجع لك، هطلع كبره وألف تاني وأرجع. شو أنا واقف؟ فوق بالسيارة دي. لا سيارة من عارف. قال فرع جميع ما ذكرناه فيما إذا كان الخصم حاضرا، فإن كان غائبا والمال في البلد كما وصفناه أحضر مجلس الحكم أيضا وأخذه وأخذه ممن هو في يده لتشهد الشهود على عينه، ويبعث بذلك كتابا مختوما إلى القاضي قاضي البلد. قال المصنف حيث أوجبنا الإحضار فثبت المدعي استقرت مؤنته على المدعي عليه، يعني هو الذي يتكلف ذلك، هو الذي يتكلفه المدعي عليه يتكلف ذلك لأنه المحج إلى ذلك، وإلا فيا يعني معونة الإحضار ومؤنة الرد على المدعي. قال فصل الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه بمسافة بعيدة، لأن القريب يسهل إحضاره، وهي ويعني المسافة البعيدة التي لا يرجع منها مبكر إلى موضعه ليلا، أي فإن كان يرجع فقريبة وتسمى مسافة العدو. وللقاضي أن يحكم على من غاب إلى الأولى
لأن في إحضار مفارقة الأهل ليلا، وقيل مسافة قصر، ولعل مسافة قصر هذه الأقرب، وقيل مسافة قصر أيوة القريبة ما دونها، من دون مسافة القصر، وقيل مسافة قصر والقريبة ما دونها، ومن بقريبة كحاضر فلا تسمع بينته ويحكم بغير حضوره، أي بل يحضر يأتي بمطعن إن أمكن بخلاف البعيد، فالانتظار يطول لأن هنا حاضر ويعتبر حاضر ليس غائبا، وأيضا لا تكون مشقة في انتظاره إلا لتواريه أو تعذره أو تعززه، يبقى تسمع البينة ويحكم عليه، وإلا تأخذ الناس التواري والامتناع تريعة، يعني هو لو تعزز وما رضي أن يأتي إلى مجلس الحكم أو هناك مانع يمنعه، يبقى إذن تسمع البينة ويحكم عليه ثم يأخذ منه الحق. والأظهر جواز القضاء على غائب في قصاص وحد قصر ومنعه في حد الله تعالى، لأن حق الله مبني على المسامحة الاستغنائي وحق الأدمي على المشاح، وقيل بل المنع مطلقا لا في حق الله ولا في حق الأدمي، ولأن الحد يسعى في دفعه ولا يوسع ولا يوسع بابه، وقيل الجواز مطلقا هذا أضعف الأقوال كما في الأموال، فيكتب إلى قاضي البلد المشهود عليه ليأخذه بالعقوبة، وهذا أضعفهم. قال ولو سمع بينة على غائب فقدم قبل الحكم لم يستعدها بل يخبره، أي بالحال ويمكنه من جرح، أي وإن قدم بعد الحكم فهو على حجته في إقامة البينة بالأداء والإبراء، وجرح الشهود لكن يشترط أن يؤرخ الجارح فسقه بيوم الشهادة، لأنه إذا أطلق احتمل حدوثه بعد الحكم. قال ولو عزل بعد سماع بينة ثم ولي وجبت الاستعادة لبطلانها بالعزل، والمعنى أنه القاضي سمع، هذا عند السير، القاضي سمع البينة وقبل أن يعطي الحكم عزل، فإن رد إلى مقام القضاء مرة ثانية عليه أن يسمع البينة مرة ثانية، ولأن حكمه مرتب على العزل وهذا لا صح، لأنه يكون الحكم في غير محله، فيستمع البينة مرة ثانية ثم يقضي بعد ذلك. قال فصل وإذا استعدي على حاضر بالبلد أي على طلبي أحضره بدفع ختم طين رطب أو غيره، هذا ليعلم أن القاضي هو الذي يريده، ليعرضه على الخصم وليكن مكتوبا عليه أجب القاضي، يعني أكتب له القاضي يريدك لفصل الخطاب أجب القاضي، شوف، أو بمرتب لذلك أي وهم الأعوان، سواء عرف أن بينهما معاملة أم لا، صيانة للحقوق والاحتمال أن له عليها حقا بجهة إرث أو إتلاف، فلا بد الكتاب المختوم واختم عليه بختم القاضي. نعم. فإن امتنع بلا عذر أحضره بأعوان السلطان وعذره، المعنى قال له القاضي قال أجب هناك خصومة تعالى فلم يأتي، عليه أن يبعث له عمال أو العساكر، يعني عندنا في هذا الباب للسلطان، وله تعزيره أيضا أنه امتنع عن المجيء إلى المجلس، وهذا يرجع إلى اجتهاد القاضي كان الأمر جد خطير أو لا، هذا يرجع إلى اجتهاد القاضي في مسألة التعزير وعدم التعزير. تعالوا برا. أو غائب في غير ولاياته محل فليس له إحضاره لانتفاء ولاياته عليه، أو فيها وله هناك نائب لم يحضره بل يسمع بينة ويكتب إليه، يعني يسمع بينة كما قلنا في الغائب فيكتب ويختم ويبعث، لأن في إحضار مشقة مع إمكان الحكم في ذلك الموضع الذي هو فيه. قال المصنف أو لا نائب، فالأصح يحضره من مسافة العدوى، وهي التي يرجع منها مبكر الليل حتى لا نجعله يتخلف عن أهل ليلا. شوف الشريعة انظر كيف الترتيب حتى في القضاء في هذا، يعني هو يقال حتى لو كانت المسافة طويلة فلا بد أن يكون معه رفيقا، بأنه لو أخذه من مسافة يعلم أنه إذا انتهى معه فصل الخصومة والنزاع إذا رجع إلى أهله لا يرجع لهم إلى متأخرا ليلا،
وفي إذاء لأهلي يقول لا تأتي به، فيسمع البائنة يكتب الكتاب ويرسل به. انظر، فهنا إحضاره في مسافة العدوى التي يرجع فيها مبكرا ليلا عند أهله. وثانيا إن كان دون مسافة القصر أحضر، سواء بقى يرجع ليلا ما يرجع ليلا، بغض النظر عن رجوعه ليلا أو لا. والأصح كما قلنا نظر الشريعة في هذا الباب لمصلحة الزوجة. والثالث أن يحضره قاربة المسافة أن بعدت، له أن يبعث إلى بلد المطلوب من يحكم بينه وبين المستعدي ونفله الموارد. قلنا في الأصح في ذلك يسمع البينة وبعد ما يرى يحكم ويختم الحكم بخاتمه ويرسل به ويشهد عليه ويرسله بشهود. قال وأن المخدرة لا تحضر، يعني البكر في خدرها، وأن المخدرة لا تحضر. سبحان الله، هذا فقه هذه الشريعة الغراء صرفا للمشقة عنها وسبيل القضاء في حقها كما سلف في المرض. والثاني تحضر كغيرها، هذا قال القفال في فتويه، ومنها نقلت عندي أنه لا معنى للتخدير ولا أصل له في الشرع. الحق هناك معنى للتخدير، معنى التخدير الستر، والأصل في المرأة البكر الستر، هذا معناه. كيف يقول ليس معنى له معنى؟ هو بيقول هنا لا معنى للتخدير ولا أصل له في الشرع، يعني غير مؤثر، التخدير غير مؤثر، والصحيح الراجح أنه مؤثر. هرجع له الحتي الحق أنه مؤثر. هترجعها إزاي؟ الله مستعان. بسم الله تنزل؟ لا فضلتك، لا استهل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا معنى التخدير هنا، المخدرة العذراء في خدرها، هو يقول ليس لها تأثير. وطبعا الشرع يراعي هنا جانب الستر لها، هذا المعلوم لابد أن نعلم ذلك، هذا يراعى جانب الستر لها في هذا الباب. قال وهي، هذا المصنف يعني المخدرة، من لا يكسر خروجها لحاجات، أي لا يكسر خروجها، هي في بيتها قارة لا تخرج، فلا تخرج لحاجات متكررة لشراء قطن وخبز وغزل ونحوها، فإن كانت لا تخرج إلا نادرا لعزاء أو زيارة أو حمام فمخدرة. وكما قلت الشرع هنا يرى فيها مسألة الستر، باب الستر من الأهمية بالمكان. هذه صحيحة في هذا الباب هنا. هنا ثم انتقل المصنف بفضل الله الذي فعلاه إلى باب القسمة. قد انتهينا من القضاء ودخل في باب القسمة. الله أكبر، يا رب يسر علينا يا رب. بعد القسمة تنتهي القسمة، تدخل في الشهادات، وبهذا نحن على مشارف الانتهاء ولله الحمد لله. نعم، لو في سؤال تفضلوا حتى نأتي بالتفسير. تفسير؟ لحظة بس ما يأتي. نعم شوف لحظة، شوفوا بقى بيعد الشارع. طب روح جيبه شيخ. أنا اسمع، ما ينفعش، لازم أنا أروح أجيبه. اصبر بس، تعال تعال. أنا أجيبه شيخ يا سيدي. ها طب العربية أفضل، طب العربية هنا بقى هنا. لأننا نشيل نعلك فوق رأسنا سيدنا هنا أيسر. أنت محمد بس اسمع الكلام بقى. محمد بالله ما كله لا يتكلف يا سيدي، أنا جاي هنا اسمع الكلام بقى. محمد الله يهديك سيدي. بس الشيخ الأول وبعد كده تفرق. تعالى سيدي. بسم الله. بسم الله. اسمع سيدي. تمام 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 الحمد لله. بسم الله. اسمع سيدي. بسم الله. خليك عندك في مكانك. ايه ده يا انت؟ اقعد انا ورا عشان انام. لا لا انا اقعد ورا يا شيخ. لا عشان الدرس، تعرف تكلم الدرس. ما انا في الدرس ورا.
خليه ليك. لا لا استغفر الله. اتفضل سيدي. هات النزهه علشان احتمال لو حصل كلام ولا حاجه. اتفضل حاج مالك. هات الشنطه سيدي. لا ما انت بتتكلم بقى. دلوقتي احنا عندنا صور. لا خليه قدام حضرتك. لا 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 انا اقدر. ليه؟ لا مش كويس كده. لا يا سيدي ده انت نقلك في راسي. اتفضل. لا 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 مش دلوقتي بعدين. حبيبي سامحنا. لا يا شيخنا تفضل. اتفضل. احنا كده في الاتجاه. نعم يا سيدي. احنا في الاتجاه. اسمك احمد؟ اسمي نصير. ايه؟ نصير مش نصير. ايه؟ نصير مش نصير. ايه؟ نصير مش نصير. ايه؟ نصير. طب السؤال في سؤال عندنا الأخت الفاضلة تقول ما حكم من قام لصلاة الصبح وقد أشرف على الشروق دقائق هل يصلي السنة القبلية بعد ركعتين خشية أن يفوت الفجر أم يصلي السنة؟ السؤال مش كامل لكن لكن واجب عليه أن يصلي الفرض وينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة وهنا الآن شرف الأمر على أن تضيع الصلاة ومن شغله الفرض عن النفل فهو عند ربي معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغبون فلابد من البدء بصلاة الفريضة. الأستاذ ابن سلام بيقول ما حكم الأكل من الأوبن بوفيه بوفرة زين دون العاملين هل يجوز أخذ منه البيت لأنه يتم إعدام الطعام يوميا يرمونه في القمامة إذا سمحوا لك بذلك أجازة وإن كنت تشتري فالأوبن بوفيه في جهالة لا يصح. ما حكم إذا كان القاضي خائفا ينطق الحكم من سلطان أو تهديد أو مشابه هل يتخلى عن القضية على العلم أنه يمكن أن يشوبه خطر أعظم أو يحكم العدل أو يعفى هو عامة الحق أنه إذا علم العدل لا إذا علم الحق لا يعدل عنه لا يجوز له أن يعدل عنه بحال من الأحوال فالأولى له هنا في هذا الباب يعني أن يكون معضدا لمن له الحق فإن خشى على نفسه الهلاك وغير ذلك فهنا يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن المصيبة كل المصيبة أن يحكم بغير الحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة لابد أن يحكم بما علم من الحق ويحكم بالحق ويقضي بالحق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل القبض بالفيزا كارت من البنك يجعل الراتب فيه شبهة؟ هو عامة إذا كان ألزمتك الشركة بنزول بإنزال الراتب في البنك فأنت مضطر لذلك فالأولى ماذا تفعل؟ أن تسحبه في أول يوم ينزل فيه ولا تترك منه شيء تسحبه في أول يوم ينزل فيه حتى لا يستفيد منه وتبرأ صحتك بذلك. نعم انا جعلت للاوبن بوفيه مخرج لكن بتكلم على الاصل العام شيخ